ومنهم القديسين. فلما يجي المحاكمة فوق كله يسقط، هو طالعين من الوحش وعارفين الشرور اللي اتعملت، وهم إذا كانوا أشرار الوحش الأمارم هناك، الوحش هيوصل جهنم قبل الشيطان. الشيطان هيبقى قاعد حر شوية عشان ربنا عايز منه حاجة تاني. هيوصل الوحش والنبي الكذاب، النبي الكذاب ده عبارة عن وحش تاني، بس وحش إيه؟ مزور في الدين. الوحش الأولاني مزور في السياسة، يكسب ده وده 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 كده إيه، والناس بتصدقه، أصل هتعمل إيه يعني؟ وسلموا له المملكة خلاص. ويقول في الكتاب إن الوحش التاني ده هيعمل صورة للشيطان تنطق تتكلم، مش بالتلفزيون، لا حقيقية، صورة حقيقية، يعني هتلاقيه طلع من التلفزيون كده وكلمك، قبض عليك حاجات أنا ما أعرفش هيحصل إيه، لكن مش حكاية تلفزيون، صورة، وصورة تتكلم. وده هيساعد الوحش اللي هو الملك جدا. والوحش الملك والوحش النبي الكذاب ده، النبي الكذاب اسمه أنتي كرايست، الاثنين أول اثنين دول بشر طبعا هيترموا في جهنم قبل الشيطان يروح جهنم. الشيطان هيتحبس في الهاوية 1000 سنة وبعدين يروح جهنم. هم من معركة هرمجدون ال1000 سنة دي هم هيكونوا في جهنم، لكن الشيطان هيلحقهم بعد ال1000 سنة، لأنه مطلوب منه يهيج أرض جوج وماجوج، دي هيقعد 1000 سنة لغاية لما هيهيجهم ضد المدينة المحبوبة، ويجي الرب طبعا للخلاص ويخلص أولاده ويلقي الشيطان مع الاثنين الوحوش. ده في تفاصيل في سفر الرؤيا، وبقى كذا جزء في الكتاب، بس سفر الرؤيا واخدها أكثر سفر اتكلم عن الموضوع ده. وبيقول هنا في عدد 37: ولا يبالي بآلهة آبائه. إيه آلهة آبائه؟ يعني آلهة آبائه مهما كانت، هي الهوسنية مهما كانت، ففي شريعتها في شيء كده من إيه؟ من الذوق. يعني ممكن تقول إله الكل على ربنا كده، يعرفوك إله. هو إيه ده؟ إيه الكلام فارغ ده؟ دول آلهة آباء مش عارفين، يعني هو الله. ف لا يبالي بآلهة آباء، إيه الكلام فارغ ده اللي بيقولوا إله؟ كان ما أعرفش أسماء إيه الإله وقتها هتكون إيه؟ إيه الكلام فارغ ده؟ ولا بشهوة النساء. وغالبا هيكون هوموسيكشوال. لانه الملوك اللي زي دول اللي بيحبوا الشذوذ النسوان يعني بيقدروا يغروهم بالنساء، لكن ده ما فيش اغراء لي خالص خالص. هل هو هوموسيكشوال؟ هل هو مش يعني مالوش خالص بالجنس؟ ما نعرفش، لكن هو ما حدش هيقدر يغريه بأي إغراء جنسي. وبكل إله لا يبالي، يعني في ناس عندهم وثن هنا، إله وثن إله وثن إله، لأن الدنيا مليانة أوثان، يعني مثلا الصينيين دول بلايين بوزة. لا لا لا، الكلام فارغ. وبكل إله لا يبالي أنه يتعظم على الكل، لأنه حيكون الإمبراطور الوحيد أو نقول الملك الوحيد في العالم، وفي 10 ملوك تبعه اللي هم 10 صوابع الرجل بتاعت التمثال اللي هم الخزف مع الحديد، الحجر هيضرب التمثال ينسحق من فوق لتحت من الذهب والفضة والنحاس والحديد والخزف. ويكرم إله الحصون في مكانه. وغالبا إله الحصون ده هو اللي هياخده تسمية لنفسه أو تسمية لإلهه هو. إله الحصون ده معنى الكلمة يعني الإله الذي لا يستطيع عليه أحد، كل الحصون تبعه. فالله بقى ده الله، جايز هو نفسه ممكن، جايز إله تاني هو بينسب نفسه ليه
على اعتبار أن أتابع هذا الإله ممكن، ويمكن دي أقرب للنطق يعني، ويكرم إله الحصون في مكانه. وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه، في إله تاني الظاهر معرفوش آباؤه ده هو ألفه، ده برضو حيكون هو متسلط، أو العبد الوحش يسلط نفسه لي يكرمه، يتن يديله ذهب وفضة وحجارة كريمة ونفائس. إنما طبعا الله الحي الحقيقي ده بالنسبة له نفاية يعني لا قيمة له، وأي إله آخر غير إله هو اللي ينتسب هو إليه لا قيمة له. ويفعل في الحصون، وهنا نعرف أن إذن إله الحصون دي ينتمي إلى هذا الوحش، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب. هنا يقصد الغزوات والمكايد، ويعني تخيلوا الأرض فيها الشيطان نفسه. وقت المسيح كان الشيطان عنده نهضة في الأرض، لأن أكتر وقت بنقرأ عنه عن إخراج شياطين، كان المسيح طلع شياطين حتى لما أرسل تلاميذه لإخراج شياطين. يعني كان موضوع الشيطان ده أيام المسيح طبعا مذعور إن المسيح جه الأرض، فكان كل الجيش الشيطاني شغال. وقت الوحش ده بقى هيكون بصورة فعالة أقوى، لأن دي نهاية الأيام، وهو عارف أن له زمانا قليلا بعد اللي مذكورة في الإنجيل من أيام المسيح. فلما هيعرف أن الحكاية خلاص قربت خالص، مش هيقدر يلين، مش هيقدر يعني، طب خلاص ما تلين بقى وسيب ليك مدة، مش هيقدر. لكن زي ما قال هنا الكتاب، ينجح الوحش ومعاه الشيطان ينجح إلى إتمام الغضب، الغضب ربنا يحييه بسرعة جداً، لأن لا ده قادر يسكت ولا ده قادر يسكت، والرب في وقت معاه جه إتمام الغضب طخ خلص الموضوع في لحظة. يأتي الرب في قضاء المعركة، معركة هرمجدون، وانتهي كل شيء في الأرض، ونستريح نستريح. ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب. من يعرفه؟ أصحابه بقى. يا من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأرض أجرة. أي عشان واحد يبقى مثلا ملك على مملكتين مثلا، لازم الوحش يعرفه، مش لازم هو يكون بني آدم حلو، لا بالعكس، ده بني آدم حلو ما يلدوش حاجة خالص، لازم يكون بني آدم يعني مقرف وصاحب الوحش. عشان كده من يعرفه يزيده مجدا، خليك انت على السلطة دي على المكان ده، ويديله شعب كتير يسلط عليه، لأن ده كله بيرجع للوحش. لما يسلطوا على شعب كتير يجيب منه فلوس كتير، الوحش يغتني كتير، ويقسم الأرض أجرة. لو انت جبت لي كذا هدي لك مصر، لو انت جبت لي كذا هدي لك الكويت، لو انت هكذا. فيبقى الارض دي ما بيملكهاش حتى الشعب اللي فيها، الوحش خلاص لغى الحكايه دي، ان شعب يحكم نفسه ولا في حاجه اسمها ملك غيره وفي رزق منه، خالص خالص كله انتهى. هو ملك لانه بالطريقه دي ملك الملوك، وهو عجبه طبعا اللقب ده عجبه جدا، ملك الملوك. فكفايه كده يعني، بلاش رب الارباب دي. من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأرض أجرة. ففي وقت النهاية، هذه وقت النهاية، وقت النهاية يعني لسه جاي حتى في صحة 12، حين نتكلم عنه في 11 هندخل 12 وهتلاقي الكلام مستمر عليه برضو. يحاربه ملك الجنوب، احنا قلنا الوحش ده في ملك الشمال، وملك الشمال واضح ان هي اورشليم، يا ترى الجنوب ايه؟ بعض الناس يخمنوا مصر، ما اعرفش.
مش واضحة، ما نقدرش نخمن يعني. هيجي حربه فيثور عليه ملك الشمال هو الوحش بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي بتاعة ملك الجنوب ده ويجرف ويطمو، زي اللي فيكو نهر النيل في مصر لما يكون فايض، أو مثلا مش عارف أقول إيه، زي ما مثلا فرك نوح لما المية طلعت من الفرك فما فيش أرض خلاص، فرك طمى خالص، الأرض طمت خالص، فيش إلا الفرك فوق المية، ولكن ما فيش أرض. هنا بيقول يدخل الأرض، يدخل أراضي ويجرف ويطمو، ما هو بس الموجود في الأرض. واحد شرير جدا وشيطان معاه، وربنا ساب الموضوع لغاية لما يخلص بنفسه، فالرب كأنه إيه منتظر اللحظة المعينة بس. ويدخل الأرض البهية، إيه ده هي البهية دي هي أورشليم، فيعثرها كثيرون، ناس كتير هتتعثر، وهؤلاء يفلتون من يده. أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون، أدوم شعب انتهى خلاص، مش هيكون عامل وحش، لكن يقصد المنطقة اللي هي من الأردن للعقبة دي، السكان كان ساكن فيها أدوم، وبعدين مؤاب وبني عمون خدوها. دي منطقة مشهورة أنها امتداد لإسرائيل أو لازقة في إسرائيل، هي بالضبط شرق إسرائيل. ويدخل الأرض البهية فيعثر كثيرون وهؤلاء يفلتون من يدي، يعني ياخد كل حاجة إلا الحتة دي، أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون اللي هي المنطقة، لو حد عنده فكرة على الخريطة، البحر الميت تحت نهر الأردن كده، وهي المنطقة إلى طول شرق البحر الميت. ويمد يده على الأراضي، المنطقة دي بغير الحتة دي، الحتة دي مش قادر عليها، ما عارفش ليه، ويمكن أنا أرفل منها مثلا، جايز متضايق منها ما كلهاش يعني، هيكونوا ناجين، مش لأنه ما أخويا أخو منه، لا مفيش حد أخو منه خالص، بس مش هياخدهم. ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، وما قالش إنه خدها بس قال لك لا تنجو. لأنه إحنا نعرف من سفر إشعياء إنه مبارك شعبي مصر هيكون في اتحاد بينه وبين إسرائيل وبين أشور، أشور اللي هي غالبا إيران دلوقتي أو إيران والعراق، لما حول النوم اللي هي نينوى في العراق يعني في الحتة دي، والاتحاد ده تحالف إلهي، لأن سيعرف المصريون الرب. فالوحش مصر مش هتفلت من إيده، لكن ما قالش إنه خدها، جايز هيحاربها يعني، بس مش هتنهزم يعني، لكن هيأذيها شوية أو هيأذيها كتير. ده هنا قايل كمان ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، يعني هياخد منها كتير ذهب وفضة، لكن الأرض هتكون موجودة لغاية، لأن هي في الآخر مبارك شعب مصر، هي سيكون مذبح في أرض مصر. ونبوات الحقيقة إحنا في آخرها، فيعني طبعا الشعب المصري منتظر يحصل إيه بالظبط، لأن هيحصل حاجات ما نعرفش إحنا إيه بالظبط، لكن ممكن من التوقعات إن يكون في أرض مصر نهضة كبيرة جدا روحية. ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، هيساعده الوحش بقى، هيساعده في الحرب النهائية دي، هيساعده بلدين الحمد لله احنا مش منهم، اللي هما ليبيا والحبشة،
واللوبيون والكوشيون. الكوشيون هم اللي لهم غامي يعني اللي هم ليبيا الحبشة وما إلى ذلك يعني. عند خطواته يعني أؤمر يا ملك أؤمر يا ملك أؤمر يا ملك. ودي طبعا هتبقى تحالف كبير قوي ومصر لا تنجو من هذا التحالف. وفجأة وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. يعني يخرب يخرب الأراضي ويحرم يعني يقطع رقاب الناس يحرم يوديهم جهنم يعني من قدرته. وتفزع أخبار من الشرق ومن الشمال. الشرق والشمال هو التي واصل تحت خالص. الشرق والشمال هي في أرض إسرائيل فوق اللي هو جاي منها يعني هو ده ملك الشمال داخل على ملك الجنوب. بيقول كده في على 40 ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال. فالشمال داخل الجنوب دلوقتي فداخل وبني عمون نجوا من إيده حسب ما أنا بتذكر أو أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون نالوا من إيده. مصر ما ضايقها بس ما كلهاش وخد كنوز كتيرة من مصر ده ملك الشمال. وتفزع أخبار من الشرق ومن الشمال هو ملك الشمال في الجنوب فالشمال بتاعي هو إيه هو إسرائيل والشرق هو إسرائيل إسرائيل بالضبط كده. فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. احنا جايين لأهم نقطة اللي هي نهاية الوحش. وينصب فسطاطه بين البحور. فسطاطه يعني اللي هو الكامب بتاعه اللي هو هي يعني الجيش كله متجمع في الحتة دي بين البحور. ايه الحتة اللي بين البحور دي؟ الحتة اللي بين البحور اللي هي البحر المتوسط ونهر الأردن وقناة السويس حاليا وسعت كمان بقت بحر كبير قوي. فينصب فسطاطه في قرب أورشليم جدا. طبعا عارفين أورشليم بين النهر بين نهر الأردن وبين البحر الميت وبين البحر المتوسط. ينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس جنب أورشليم بالضبط. جبل بهاء القدس بعدين حصل ايه؟ ويبلغ نهايته ولا معين له. ازاي؟ لأن الرب هيجي على فرس أبيض وراه الكنيسة على فرس أبيض وسيف ماضي ذو حدين خارج من فم الرب هو كلمة الله والدم هيملى المنطقة كلها إلا لجم الخيل. فينك يا وحش؟ مش هو قال هنا الكتاب بيقول كده في عدد 36 عن الوحش. ويفعل الملك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة وينجح إلى إيه؟ إلى إتمام الغضب. الغضب تم لما ملك الجنوب جه حربه وهو نزل يحاربه واتغاظ خالص وبقى عنده ثروات رهيبة جدا خدها من مصر وفي أمم كتيرة شالها وداخل بقى بكل هذه الثروات عشان جات له أخبار مزعجة من هناك. احتمال الأخبار المزعجة اللي جات له إنه في مؤمنين كتير امنوا بالرب قبل ما جئوا ممكن وممكن اخبار المزعجه اكتر من كده ان ابتدت العلامات بتاعه الرب الظلمه والكواكب بتتحرك والقمر اللي يعطي والشمس فايه ده ايه ده ايه اللي حصل ده فراح بقى عشان يخرب الموضوع فمات خلص انتهى
وقعد الطيور تاكل في لحم حوالي شهرين ثلاثة كده. ده دي مذكورة في الكتاب بالأي باليوم كذا يوم كده، مش عارف كم يوم كده. بس انتهى الموضوع. طب ايه الاصح 12؟ الاصح ايوه 12. لا ده العز بقى، ده اصح العز اللي هو اخر سفر دانيال. عرفنا من فين انه اصح العز؟ نقرا فيه شوي، ناخد لنا فيه شوي. وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك. ده كل ده الملاك بيقولوا لدانيال في الوقت ده، خلاص انتهى الموضوع. وميخائيل اللي هو ده المسؤول عن بني إسرائيل، وهو أعظم ملاك، غالبا خد مكان الشيطان، لأن الشيطان كان ظهرت بنته الصبح، غالبا ميخائيل خد مكان، غالبا ما فيش آية تقول كده، لكن من ده عظيم ودوكها برضو يا زهرة بنت الصبح كان عظيم قوي، فاحتمال كبير يكون خد مكانه ميخائيل. ميخائيل غير جبرائيل، ميخائيل أكبر من جبرائيل، لأنه لما جه الملاك يبلغ دانيال الرؤية، أفتكر هو جبريل، وبعدين اتمنى 21 يوم لأن الشيطان قدر يحبسه 21 يوم، فجاء ميخائيل فكه على طول. فميخائيل ده اللي هو يعني أكبر ملاك في السماء، أكبر رئيس ملائكة في السماء، اسمه الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم تكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، يعني لغاية لما يجي هو يحل الموضوع. وفي ذلك الوقت اللي هو الوقت اللي بيتكلم عنه إيه اللي هو حصل ده، في ذلك الوقت فين؟ عدد واحد. وفي ذلك الوقت، في نفس العدد، إلى ذلك الوقت اللي هو الوقت اللي فيه انتهى الوحش، ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. يعني مش ينجى كل البشر، لا، في كتير رحيل هلاك، في كتير اللي تابع الوحش واللي على شكل الوحش واللي مش ما امنش بالرب. والاهم حاجه ايه اللي هو مش مكتوب في السفر، هو سفر الحياه. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. ولما نقرا في سفر الرؤيا فتحت اسفار فيها كل اعمال البشر، اعمال البشر الاموات، ادوكم مش بالاعمال، ادوكم بالايمان ومحبتهم للرب، لكن اعمال البشر اللي هي ما رضيش يقبل المسيح فبيحاسب الرب حسب اعماله، اعماله كلها زفت، لانه لا خلاص بالاعمال، الجميع زاغوا وفسدوا معا وعزوا مجد الله، ما فيش واحد أعماله كاملة ولا في المؤمنين حتى. بولس قال لم أبلغ ولم أصل أبلغ الكمال، لكن أعماله في الله في المسيح، فكلها جميلة، كلها جميلة، طبعا كل ما يتقدس أكثر يبقى أجمل. يعني ما فيش عمل بيعمله الإنسان وهو طاع للرب إلا الرب، إما يقوم العمل إما يؤدب إما، لكن اللي هيبقى من العمل ده هياخد عليه مكافأة فوق، لأنه لن يذهب للهلاك. أما التانيين مهما عملوا فكلها يقول كده كلها أقذار، أعمالنا كلها أقذار لأعمال الإنسان بدون إيمان. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. عشان كده أهم 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 مليون مرة حاجة، هل اسمي في السفر ولا لا؟ ومين يعرفها؟ كل إنسان بنفسه، كل إنسان بينه وبين الله يعرف الحقيقة دي، لأن اسمه مش في السفر هلاك، مهما كان قداسة البابا مثلا، كلام فارغ، ما فيش حاجة قداسة الإنسان خالص، إنسان تراب إلى تراب، ذهب للتراب، إذا كان ابن آدم هيبقى إيه؟ قداسة إزاي يعني؟ كلنا أولاد آدم، أولاد آدم، مهما قالوا البشر يعني، مهما قال نفسه عن نفسه، مفيش فايدة، هل اسمك في السفر ولا لا؟ اللي اسمه في السفر يخلص، مش في السفر مش هيخلص. زي ما قلنا في سفر الرؤيا، بس يمكن ما كملتهاش، فتحت أسفار وبعدين فتح سفر آخر، وسفر إيه؟ الحياة. وكل من لم يوجد اسمه في سفر الحياة سحبت النار
إلى الهلاك الأبدي، نار جهنم إلى الهلاك الأبدي. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون. كثير من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. يا ربي يا رب على الأبدية، يا رب على الأبدية. ده رب يتكلم يقول اثنين يطحنوا على الراحة، يعني اثنين حبايب بيطحنوا وذوق مع بعض، عشان بيطحنوا واحد يعني ساعدوا بعض، الراحة دي تقيلة، يؤخذ ويترك الآخر. لا، واحد في السماء التاني في العذاب. يقرأ ايه؟ هي مش اثنين بيطحنوا مع بعض يبقى اثنين يروحوا مع بعض، لا، اثنين على فراش واحد، يكون واحد ومراته، واحدة وبتها، واحدة واحد واخوه، أي حاجة، واحد هنا واحد هنا، إيه ده؟ ده اللي هيحصل. الفيصل إيه؟ السفر، يفتح سفر الحياة، وسفر الحياة كأنه بيمنع جهنم ونار جهنم تلتهم واحد فيه، وفتح سفر آخر صغير وسفر الحياة، ما فيش واحد في السفر ده راح جهنم، لأن سلطان جهنم على الأسفار المفتوحة الثانية اللي هي أعمال بني آدم ده، أعمال بني آدم ده دي كبيرة قوي، أعمال البني آدم ده وكلها أعمال شريرة، كلها أعمال غبية، حتى الخير اللي فيها مؤلم، وهتشفطهم جهنم إلى النار الأبدي. أما أولاد ربنا فسيمجدهم الله معه إلى أبد الآبدين. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. هنختم بالآية الأخيرة لأن هي فعلا فاصل في الموضوع، وبعدين دانيال اتكلمنا عن الموضوع الأخير. والفاهمون يضيئون. طب ما هم ليه ما قلتش وكل هؤلاء يضيئون؟ لا، مش كلهم يضيئون. الناس الرايحين الحياة الأبدية بيقول ايه؟ وكثيرون على اثنين، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، والتانيين إلى العار والإزدراء الأبدي. ايه حكاية العار والإزدراء الأبدي؟ طب مين هيزدريهم؟ هم يزدروا بعض. ومين هيحسسهم بالعار؟ هم هيحسوا بالعار مع بعض. ربنا مش فاضلهم خلاص، هم ده مكانهم اللي هم يستحقوه، اللي هم اشتغلوا طول عمرهم فيه وليه، وعايشين كده في العالم لغايه لما وصلوا هناك. لان كل واحد يقول ده كلمني ولا خدت بالي، ده انا غبي، ده انا مش فاهم. ودي الرنة بتاعت جهنم، كل واحد في يأس رهيب، ايه اللي حصل لي؟ ده حصل لي انذار، ده ماتت مراتي ولا همني، ده وحصلت لي كارثة ولا خدت بالي. هيعطول الأبدية يفتكروا كده، فكلهم يهبطوا أكتر إلى العار والإزدراء الأبدي. كل الرنة وكل الكلام وكل الحديث عن إزاي كانوا أغبياء مش فاهمين انهم وصلوا لهذا المكان، مع ان الرب كلمهم كتير جدا، الله بريء عمل عليه، احنا ازاي كنا كده اتخدعنا بالشيطان. وطبعا تبقى بينهم وبين الشيطان بقى يعني مش عارف مين فيهم اللي يغلب، بدل ما بيلعبوا كوره الناس دول هيلعبوا بعض بجهنم بالنار، ده العار والازدراء الابدي. اما بقى المؤمنين فبيقسمهم كلهم راحوا الحياه الابديه، بس هنا بيقسمهم ايه؟ بيقسمهم اسمين، قسمين يعني. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد. الفاهمون
فهمون ممكن تعني كل المؤمنين فهمين فهمين فيضيئون كضياء الجلد. صحيح في مؤمن غبي بس يعني حيضيء خفيف يعني مش ممكن مؤمن هناك ما يضيئش يعني، لأن قال بولس الرسول لا تكونوا فيما بعد أغبياء، المؤمنين بيتكلم ما الفاهمين ما هي مشيئة الله، فالفهم ذا درجات، فهم شوية صغيرة حيضيء شوية صغيرة، فهم كتير حيضيء كتير. أما بقى اللي فهمه خلاه يسلك سلوك حقيقي والسلوك ده جاب ناس للرب، ده بقى مكانه كبير قوي. في ناس بتحب تعد اللي آمنوا، ده كلام غير كتابي، لأن الله وحده اللي عارف القلوب. حتى بالجريها مرة قال الكلمة أنا يعني احترمت ليها، قال لو كان اللي أنا بشرتهم في أمريكا دول واللي طلعوا في الكروسيدز بتاعته ده بياخد باله مش عارف 60 سنة ولا كام آمنوا، كانت أمريكا كلها بقت لربنا، ده أمريكا نزلت تحت خالص. فبيقول يعني إن مش حكاية طلوع بقى تطلع تطلع تطلع، لا، الإيمان ده القلب. وربما يعني بتخيل ممكن إنسانة تقية عايشة في تقوى أو ولد أو بنت يعني حد مش مشهور أو حد سمع عنه في الدنيا في تقوى حقية وحياته أثرت تأثير حقيقي في آخرين، يكون هو النمرة واحد. طبعاً المفروض يغلب بولس، أصل بولس أنا متخيله يعني كده متقدم أوي وأعتقد كده. فالحكاية فهمون ويردوا كثير البر دي يعرفها ربنا. والذين ردوا كثيرين إلى البر، مش بقى يضيون كديال ده الجلد، يعني إيه؟ يعني الجلد اللي هو السماء اللي فوقنا دي منورة، لكن كالكواكب زي الشمس مثلا، في كواكب أحسن من الشمس، كالكواكب إلى أبد الدهور. المؤمنين مراكز، وطوبى للإنسان اللي يسعى للمركز الأول، اللي يسعى للمركز الأول. ودي بتيجي من ربنا الحقيقة، لما ربنا يشوف قلب الإنسان متضع قوي وأنا حذرت في حياتي من الناحية العلمية، يعني عشان كده أنا بجيب الاختبار ده على الروحيات. لما دخلت كلية هندسة سقطت في أول سنة، وما كنت مستاهل يعني، ما كانش عندي التالنت دي إن أنا يعني أنجح. لكن فجأة ربنا فتح ذهني على علم معين، رقاني في العلم ده وفي باقي العلوم، بس ايه مش بنفس النسبة مع العلم ده. لدرجة العلم ده انا كنت عندي فصل مع الطلبة بيقولي ادرسهم العلم ده في البيت اللي انا ساكن فيه، ازاي اتفتح انا ما اعرفش خالص، مش معنى العلم ده ما اعرفش برضه. وحتى العلم ده ما كانش في التخصص بتاعي، يعني انا طبعا رفيق عارف الكلام ده، انا مهندس معماري، العلم ده هو بتاع المدني اللي هو الاستراكشر، ده حسابات خرسانه. وكنا بناخده مع مدني، فانا حكيتها قبل كده يمكن مره او اتنين مش عايز اضايقكم بيها يعني، لكن انا زهلت، انا كده ليه ما اعرفش، انا قلت يا ربنا عايزني كده خلاص. هي طبعا كانت الفكره ان امي والاسيس بتاعنا بعتوا لي جواب، انت بتحضر 10 اجتماعات في الاسبوع، انت لازم تاخد بالك من نفسك وبلاش ايه يعني انك انت تكون كده يعني متروحا قوي، والاسيس مضى على الجواب عشان يعني ايه اخف شويه كده، شوف لك بس اجتماعين ثلاثة كفايه كده ما تزودش. فرديت، كان وقتها العلم ده نجحت فيه تفوق رهيب، فبعت لها ماما انا اول مره في سنه في حياتي اطلع التاني على الكليه وفعلا طلعت كده بسبب العلم ده، خدت فيه نمره فائقه جدا أكثر من فول مارك. كان الأستاذ بيعمل بيحيد يتحدى الناس يعني،
فما كانش بيحدد تجاوب أي سؤال، لكن لو تحصر الأسئلة فول مارك 70 تقدر تاخد 82 من 70. فأنا الوحيد اللي خدت 72 من 70، فزعلت معه قلت له ما اديتنيش للباقي. المهم يعني قصتها كبيرة، بس الأستاذ اتسجن معايا في السجن. بس قلت له الحكاية دي لما قابلته في كنيسة ومسيحي اسمه ميلاد حنا، مش حتى كان مشهور لغاية لما توفى دلوقتي. أقصد إيه؟ إن الرفعة الذهنية أو الرفعة الروحية نعمة من ربنا، مش بإن أنا أجيبها لما مثلا إيه يعني، لكن هي بس عايز ربنا يشوف القلب متضع كده والإنسان مشتاق يديله بس. فالاجتهاد حلو، اجتهدوا إن إحنا نحفظ وصية ربنا، بازلون كل اجتهاد، كله ممتاز جدا، بس أكثر من الاجتهاد الواحد إيه يلزف ربنا كده، يلزف ربنا، ربنا يديله حاجات في ليها العجب. فالناس دي بقى دي اللي لزقت في ربنا بالحب وبالاجتهاد وبكل حاجة. يقول كده: والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. بس مرة جاء بقى ناخد أما أنت يا دانيال، ده ختام الموضوع كله، هنعرفه المرة الجاية ختام سفر دانيال. يبارككم الرب ويحفظكم، يضيء الرب وجهه ويرفعكم. مجد للرب، هللويا.